أو الذهنية. وكما نتحرك في طريقنا للأمام نستمر معكم هنا وأن ندعو الله ونصلي من أجل هؤلاء الضحايا وهؤلاء العائلات الذين فقدوا أطفالهم في المدرسة، وسنصلي من أجلهم جميعنا في موقعنا. ولدينا سلطات يجب علينا أن نجد طرق نجلس معا من أجل إيجاد حلول لمواجهة وإنهاء كاز الشر الذي نواجهه هذا الوقت. شكرا لكم. يسعدنا أن أعود مرة أخرى هنا وأن أراكم في سيباك. أنا أقف أمامكم اليوم ولدي الشكر لكم جميعا والعرفان بالجميل، نظرا لأن أغلبيتكم يعملون من خلال الكونغرس ولديكم القيادة ودعم الرئيس الأمريكي، وأن عام 2017 هو عام تاريخي لهذه الحركة السياسية وهذا الحزب السياسي للمحافظين. هذه حقيقة. وغدا ستستمعون من الرجل الذي قام بجمع هذا الحشد. أتحدثت إليه على الهاتف هذا اليوم وقلت له لا يستطيع الانتظار كي يأتي هنا. هذا الرجل الذي لديه اتخذ أحداث تاريخية وقد لديه وعود ويوفي بوعوده دائما هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب. هذا هو الرجل الذي تحدثت معه. أنا هنا اليوم لأنني أقف بجوار الرئيس ترامب. نحن نقف مع هذا الحزب المحافظين. نحن دائما نقف دائما من أجل العلم الأمريكي والنشيد والسلام الوطني الأمريكي. يا له من عام حافل عندما خاطبكم الرئيس ترامب في فبراير العام الماضي بأن انتصارنا هو انتصار قيم هذا الحزب. وكلانا سنعود هذا الأسبوع أيضا لنشكركم، نقدم لكم الشكر على أعمالكم ودعمكم وحركتكم. لقد قضينا عاما من الأحداث، عاما لديه نتائج باهرة، كان عاما تنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه معكم. دعونا نفكر في ذلك. وعد الرئيس ترامب أن يعيد بناء القدرات العسكرية الأمريكية والديمقراطية، وبعد عدة أسابيع قام بتوقيع أكبر ميزانية منذ الرئيس الأمريكي رونالد ريغان لدعم القوات المسلحة الأمريكية وميزانيتها. لقد وعد أن يقف دون اعتذار لكل أولئك الرجال والنساء القانون، ومرة أخرى فنعطي لهم هؤلاء الناس الشرطة الاحترام والموارد التي يحتاجونها عبر الولايات المتحدة بأسرها. الرئيس ترامب وعد بأن ينفذ قوانينه وأن يؤمن حدودنا، واليوم عمليات العبور غير الشرعي تم قطعها ولم تعد كما كانت، وسنبني هذا الجدار العازل. وعد الرئيس ترامب بأن في المحكمة الدستورية وأن يدعمها على كافة المستويات، وقد جاء خلالها وقد قال أن العدالة والمحكمة الدستورية العليا يجب أن تسجل كل قوانينها وتعيينها عامة وأن تحقق إنجازات تاريخية لم تحدث لها من قبل. الرئيس دونالد ترامب وعد وحقق
وأن يقف بجانب كل الحقوق من أجل الحياة. ومن أول يوم تولت فيه الإدارة هذه الدولة فقد قرر أيضا بالنسبة لسياسة أيضا المكسيك وفي مجلس الشيوخ بأن يصدر قانونا يحدد من خلاله موضوعات الدعم ومن أجل بناء أيضا هذا الجدار. وفيما يتعلق بالاقتصاد والطاقة وهي أمر ويمثل حجر الزاوية فقد وضع الرئيس ترامب الولايات المتحدة في مقدمة الدول فيما يتعلق أيضا باتفاقية حماية المناخ.